شباب عندكم اختبار مهم ومصيري. الاختبار هو راح تسوون أكلة عراقية كل العراقيين تقريبا يحبوها اللي هي الشيخ محشي. تركيز على الجودة، تركيز على النظافة، تركيز على الطبق وجماليته. هسه عندكم 10 دقائق تجهزون بيها للطبخة مالتكم. ابدوا. شباب راح نجي نشوف كل الأغراض اللي جبتوها قدامكم، أنا والشيف عمر كل واحد على جانب، وبعدها بالتأكيد راح تأخذون لي عاز من الشيف محمد السوادي. شباب انطيناكم وقت 40 دقيقة، ويدقة الجرس راح يبدي العد التنازلي.